السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درس جديد، موضوع جديد اللي هو Preparing an Application. كيف احنا نعد البرنامج مالتنا، كيف انه احنا البرنامج مالتنا نجمعها كل الكلاسات ونحولها الى فايل واحد. اوكي، في الجافا طبعا يختلف اعداد الفايلز، اعداد الابليكيشن يختلف من منصة الى منصة اخرى، يختلف من ويندوز الى ماك الى لينكس الى اندرويد، لكن كلهم يتفقون بمبدأ واحد اللي هو .jar G-A-R Java Archive. زين، شنو هو Java Archive؟ كيف نستخدمه احنا؟ Java Archive هي الفكرة مالتها نفس فكرة zip file rar file، يعني ملف compressed مضغوط. حتى ناخذ مثال على ذلك، انا في الإكليبس عملت import لمثال سابق انا شرحته من ضمن البروجكت الباكج، كنا عاملين calculator. هذا الكالكوليتر كان يحتوي على ثلاث كلاسات، منها الكلاس الأساسي اللي هو الكالك، ومنها الكلاسات الفرعية اللي هو الماث أوبر والسيلكت أوبر. أوكي، نلاحظ أنه إحنا عملنا باكيج لمحمد، وعملنا كذلك للسيلكت أوبر والماث أوبر في باكيج خاص لهم من ضمن محمد كالك، لكن في الفولدر ماث. حتى أعمل جار فايل، كل اللي أحتاجه أنه أذهب إلى الفايل، بعد ذلك أروح على الإكسبورت، بعد الإكسبورت أجي أختار جافا، من الجافا أجي أختار كلمة jar file، بعد ذلك أعمل next، ألاحظ أنه تظهر لي شنو؟ تظهر لي نافذة أخرى، هنا يقول لي أعمل select للباكج اللي أنت تريده، أنا أختار source، أوكي، أختار source، هنا في نافذة ممكن تطلع لك، يعني الclass path وعندك project، هذول الاثنين أنت ما تحتاجهم حاليا، لكن ليش؟ هاي ملفات عايدة للبروجكت للتطوير، انت حاليا ما تحتاجها، ولما تطلق البرنامج مالتك انت تحتاج الكلاسات، لكن البروجكت ما راح تحتاجها. فبعد ما تجي تختار السورس، هنا راح يقولك export generate class files and resources، بمعنى انه راح يعمل تصدير للكلاس فايلز والريسورس المتعلقة بها. بمعنى انه احنا استخدمنا هذا البرنامج مالتنا في الكونسول CMD او تيرمينال، بمعنى انه ما نحتاج بقية الاوبشنز، نتركها كما هي، لكن هنا نحدد مكان اللي احنا نريد نضع بها البرنامج مالتنا اللي هو كالك اي بي بي، اني اضعها في الباكيج واعمل له اوكي، بعد ذلك اجي اعمل نيكست، الاحظ هنا يقول لي export class file with compile errors، هنا أنا أيضا أضع هاي الصحين خليهم يكونون موجودة، بمعنى أنه هذا يفيدك في الديباغينج. نعمل next، هنا ما رح نحتاج نغير أي شيء، هذا المانيفست manifest file. المانيفست فايل هاي يشمل المعلومات اللي تخص الكلاس، طبعا هذا أوتوماتيكيا يتولد في الجافا، وجماعة الأندرويد ملاحظين هذا الفايل المانيفست، فما راح نتلاعب بها لانه احنا ايضا بنستخدم الكوماند لاين، بما انه كوماند لاين ما راح يصير بها اي تغييرات. نضغط على الفينش، بعد ما نضغط على الفينش الاحظ انه ظهر لي ملف جديد كالك app.jar. هذا الكالك app.jar لو اجي في الفولدر اللي يحتوي الورك سبيس باكج، الاحظ انه ظهر لي كالك app. طبعا لجماعة الويندوز إذا حبيتوا تفتحون هذا الملف، أعملوا من عنده copy، عفوا right click copy control V، لكن أعطي له اسم مثلا to continue، بعد ذلك أعمل له rename، طبعا أنت تقدر بالcopy تعمل له rename، تعمل له rename اكتب عليها zip zip file، وتقدر تفتحها بالzip file. بالنسبة لجماعة الماك واللينكس لا، double click، بالدبل كليك يطلع لك اياها، طبعا يعتمد انت اذا عندك اي نوع من برامج الضغط، فك الضغط ممكن يفتحها لك. بعد ذلك نعمل اكستراك، بعد ما نعمل اكستراك نجي نلاحظ ظهر لنا فولدر مكتوب عليها كالك اب، افتح دبل كليك الاحظ اكو فولدرين اللي هو الكوم والميتا انفو، الميتا انفورميشن اللي هي بها المانيفست، افتحها الاحظ تقريبا ما بها اي معلومه، هي مجرد المانيفست فيرجن 1 لا أكثر لا أقل. أوكي، هذا إحنا ما عدنا حاليا شغل بيها. نرجع للكاك أب، نفتح الكوم، نلاحظ في داخلها فولدر محمد، الكوم بعدها فولدر محمد، بعد الفولدر محمد ألاحظ أكو فولدرين للكاك، كالك
الكالك الأول يشمل الماث mathematic operators dot class و select upper الماث upper و select upper. لو أجي أرجع مرة لأخلي محمد ألاحظ ملف آخر للكالك إحنا سمينا اللي هو يحتوي على الكالك dot class اللي هو الأساسي. أوكي يعني بهيج حالة أنت قدرت تعمل باكيج، تقدر تعمل باكيج للبرنامج مالتك وتحولها إلى شنو، إلى ملف واحد اللي هو dot jar. الفكرة من عنده أنه أنت كل الكود مالتك راح يكون وين، راح يكون من ضمن ملف واحد، سهل عليك أنه تعمل له run وتعمل تشغيل للابليكيشن خارج الإكليبس. طبعا هذا حاليا هي فقط نظرة أنه إحنا كيف نتعامل مع الجار وشنو هي الجار. أوكي شنو هي الجار فايل؟ مثل ما شفت أنت قدرنا أنه إحنا نعمل تصدير لكل الكلاسات اللي موجودة داخلها الإكليبس إلى ملف مستقل، فايل مستقل يحتوي على اسم واحد اللي هو calc-app.jar. زين خلينا نشوف الوقت. أوكي لهنا إحنا راح نوقف الدرس وننتقل وياكم درس آخر. مع السلامة. مع السلامة شنو هاي؟ مع السلامة.